تجمع الآلاف في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس منذ هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. وأوضحت الشرطة الفرنسية أن نحو 15,000 تجمعوا في ساحة الجمهورية للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 4,700. وقالت الشرطة أنها سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج لأن إعلان المنظمين ندد بالهجوم على إسرائيل الذي أودى بحياة 1,400 شخص. إسرائيل كسبت.